مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا بكم في الموجز الرياضي لهذا اليوم. خصصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حصة طبية خاصة للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة من أجل التلقيح ضد الأمراض المنتشرة في القارة الإفريقية جنوب الصحراء بالمركز الوطني المعمورة. وعملت الإدارة التقنية الوطنية بتنسيق مع اللجنة الطبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تلقيح الأشبال مباشرة بعد نهاية الحصة التدريبية للمعسكر الإعدادي لإقصائيات كأس إفريقيا للأمم لسنة 2017 المقرر إجراؤها بمدغشقر. عبر ياسين الصالحي النجم السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم ولاعب فريق الكويت الكويتي عن سعادته بالتتويج بجائزة أفضل لاعب محترف بالدوري الكويتي خلال برنامج بين الشوطين الذي يبث عبر قناة الكويت الرياضية. وقال الصالحي في تصريح لشوف سبور أنه سيعمل جاهدا على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية لإسعاد الجماهير الكويتية المساندة للفريق، متمنيا أن يفرض وجوده في الدوري الكويتي. مشاهدينا نترككم مع تصريح اللاعب ياسين الصالحي. بغي نشكر حتى جماهير نادي الكويت والإدارة واللاعبين، وبالنسبة للجائزة هذه شرف ليا، وتنتمنى من الله باش نزيد نفرض الوجود ديالي ونفرح الجمهور ديال نادي الكويت ان شاء الله. بعد تتويج ياسين الصالحي افضل لاعب بالدوري الكويتي، وصف اللاعب الدولي المغربي محسن متولي الممارس بنادي الوكرة القطري من احدى الصحف القطرية باحسن ممرر بالدوري نجوم قطر هذا الموسم. ووصفت الصحيفة نفسها النجم السابق لفريق الرجاء بأحسن اللاعبين الذين يجيدون التمريرات المليمترية والتي تخلق الفارق في المباريات الحساسة. انتهت مباراة فريق الرجاء البيضاوي أمام مضيفه نهضة بركان برسم الجولة 26 من البطولة الاحترافية بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لكل شباك، رغم التحفيزات المهمة التي قدمها رئيس الفريق محمد بودريقة لتحقيق نتائج الفوز في المباريات الأخيرة والتي بلغت 20,000 درهم في كل مباراة داخل أو خارج الميدان. عقدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لقاء تواصليا مع جميع أندية البطولة الوطنية اتصالة المغرب لدراسة موضوع المستجدات القانونية الخاصة بالأنظمة الأساسية للجمعيات، وكذا إحداث شركة رياضية طبقا للمقتضيات قانون التربية البدنية 30/09. وذكر الموقع الرسمي للجامعة أن اللقاء تميز بتبادل الأفكار في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. مشاهدينا بهذا الخبر وصلنا لنهاية الموجز، نشكركم على المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.